بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأخوة الكرام، أصيبنا بمصيبة في هذا الصباح إن شاء الله تعالى، ولكن قدر الله وما شاء فعل، والله تعالى يكون هذا الشيء خير. يعني مسجد الصخرة صار خبير على الإيمان ديالو إن شاء الله تعالى. يعني أصيبنا بكارثة في هذا الصباح تقريبا مع 3:30 حتى 4، وصلنا بواحد سمعنا واحد الصوت اللي هو عجيب، فإذا به مصاب في المسجد، المسجد سبحان الله العظيم دابا يعني مصاب هذا المصيبة هذه، فجاب هو الدنيا وجاب البوليس وجاب الإطفاء، يعني رجال الإطفاء حتى جاو وطفوا هذه الحريق هذا اللي تسمى به في المسجد هنا، وهم عز وجل يكون خير، والله تعالى يكون خير. بالنسبة للناس كيتكلموا بزاف وكيقولوا بأن سبحان الله العظيم بأن هذا الحريق داروا فلان ولا داروا فلان ولا الطبقة الفلانية ولا راه المسلمين هما اللي داروه ولا الحرب هما اللي داروه ولا راه النصارى هما اللي داروه. على كل حال احنا ما عندناش شي خبر يقين، ما عندناش شي خبر اللي هو يقين. احنا الحمد لله السلطات المكلفة راه متبعة المسطرة ديالها وكتبحث في هذه المسائل ديالها. بالنسبة حاليا انا كنسجل دابا هذا الفيديو تقريبا مع 4 ديال العشية، وهذه الكارثة هذه وقعت تقريبا مع 4 ديال الصباح، راه تقريبا ما عندناش شي خبر اللي هو يقين شكون اللي دار هذه المصيبة ولا شكون اللي دار هذه الكارثة، ما عندناش شي خبر اللي هو متيقن منه. بالنسبة لهذه الكارثة سبحان الله العظيم صافا يعني المسجد تقريبا هذا الدجاج كله مشى، هذا الدجاج ركبناه، هذا الدجاج دابا ركبوا الاخوان دابا ربما ديال السود ربما ركبوه وتصاوبت واحد يعني واحد لا اله الا الله سبحان الله كتشوف الحالة الأولية هاي هذا الشيء كله في مسجد الصفوة سان خبير. وهذه الكارثة هذه وقعت في الرابعة يعني ديال الليل مع تقريبا يعني في 21 جوج 2021 هذه المصيبة هذه. فالمطلوب من الإخوة أن ما نتهمو حتى شي واحد، ما نتهمو حتى شي واحد بالنسبة لأننا نتهمو فلان أو علان ولا الطبقة الفلانية ولا كذا، ما نتهمو حتى شي واحد. فالإخوان يعاونونا بهذه القضية إن شاء الله تعالى، ريتنا نتوصلوا للحقيقة ونتوصلوا للفاعل الحقيقي اللي دار هذه المصيبة. هذا هو اللي كان يا اخوان، يعني نسالكم الدعاء، انا في واحد الوقت واحد المصيبه اذا صح التعبير هنا في الانسان هذه، فعاونونا بالدعاء ربما تكون بخير باش اننا نوصلوا لهذا الفاعل اللي دار هذه المشاكل هذه، ونتمنى من الله عز وجل اننا سبحان الله العظيم نتوصلوا للفاعل الحقيقي والقانون يحكم معاه المجرى ديالو. قال الله عز وجل: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم كذلك قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، واتبعوا رضوان الله سبحانه عز وجل. ولهذا الإخوان الله يسلمكم بخير، أنا ما بنتكلمش في الكلام في هذه المسألة، وما نديرش حاجة اللي هي باش نيادي، ونقول الله عز وجل يتقبل منا ونعيهم على الإخوة الله جل وعلا، نكون في أشد حاجة إلى دعائكم، والله يرحمنا جميعا، والله يفك هذه الناس إن شاء الله تعالى عن هذه الأمة وعن الأمة الإسلامية جمعاء وعن العربي بصفة خاصة، والله يرحمنا جميعا الإخوان، أستغفر الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.